دكتور، سؤالي لحضرتك بعد الكلام ده، هو المتنمر والمتنمر عليه الاثنين ضحيه؟ اه الاثنين ضحيه طبعا. هو فاقد الثقه او لا يمتلك حرمان عاطفي شيء، فبيحاول انه يثبت نجاحه من خلال التنمر. دائما الشخص المتنمر ده هتلاقي عنده يا اما حرمان عاطفي، مشاكل عاطفيه جواه، عدم ثقه في ذاته، او ان هو مكتئب عنده اضطراب وجداني، حته الوجدانيه اللي هي الاكتئابيه مسيطره عليه، او انه قد يكون مضطرب شخصيا نفسيا. احنا بنشوفها كتير جدا النهارده، في حتميه نفسيه بتحركني، حتميه نفسيه يعني انا ممكن اتحرك في حاجه. يعني انا شفت محمود بيه النهارده بيتكلم في التلفزيون، القميص بتاعه ده بيفكرني بقميص واحد كان زمان بيضربني على طول. هتنمر عليك عشان قميص. هتنمر والله العظيم. ان واحد اسمه محمود كان بيضربني وانا عيل صغير، فانا اي حد اسمه محمود انا بكرهه، فاطلع على محمود بيه بيتكلم يبقى خد بقى كلمتين. ممكن يبقى لعيب كوره فقد الثقه برضه. ما انا قلت فقد الثقه، او حتميه نفسيه اللي هي بتطلع الحاجات اللاشعوريه السلبيه اللي جوايا، فبتطلع بتنمر على الناس، او ان انا عندي حرمان عاطفي. واحد عنده فراغ عاطفي، عنده فراغ وقتي، فقاعد طول النهار على الانترنت، هو بقى بيطلع بقى الفراغ ده اللي هو احنا بنقول عليه، انا اسف في اللفظ، الاستظراف. يعني في ناس بتعمل يقول لك ايه، انا مش قاصد، انا بهزر. بتهزر في ايه؟ انت يعني قلت كلمه تضايق تجرح انسان. دكتور جمال، عدد من ولادنا النهارده بالملايين بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ايدهم تليفونات وبيوت، وبيدخلوا على مواقع وبيستخدموا السوشيال ميديا. ازاي احمي ابني وبنتي النهارده من التنمر عليهم على السوشيال ميديا؟ نمره واحد، الوعي. بمعنى الوعي، ان انا افهم ابني انت داخل على ايه وهتشوف ايه. ولازم في تاهيل لي ان انت ما تستمرقيش مع ناس ما تعرفهاش، ما تدخلش معاهم في الكلام. ان ده بيحصل كتير جدا، وخصوصا في الالعاب الالكترونيه اللي موجوده، ان بيلاقي نفسه داخل مع ناس من دوله كذا ومن دوله كذا، ويبدا تراشق لفظي. يعني كانت في مشكله بين مصريين في دوله معينه من فتره، فابتدى تراشق لفظي بين المصريين اللي في مصر هنا وبين ابناء هذه الدوله. وحتى افكار، يعني في ناس بيتكلموا الاولاد بيقولوا افكار قد تكون افكار شاذه، افكار جنسيه، افكار دينيه، او ناس كبار يدخلوا. يعني كان في يمكن قضيه قريب، ان واحد كان بيدخل مع الاطفال ويهددهم عشان يبتزهم جنسيا وماديا. دي لسه كان بيدخل معاهم في العاب، واتمسكت القضيه دي يمكن مباحث الانترنت جابته قبض عليه. فهنا احنا بنتكلم في حاجات امنيه، وكمان ان الاطفال الصغيرين العرضه للاكتئابيه اعلى، والطفل الصغير لسه هش ممكن يخاف، ممكن يخوفه. ما دي النقطه اللي انا بخاف منها، ان ده بياخد عنوانه، بابا وماما قاعدين في البيت امتى وبيخرجوا امتى. اقول لحضرتك حاجه كمان زياده، هم الاطفال مع بعض ده وضع اصعب. لا، كمان اطفال التنمر دول هم اساسا طفل المتنمر والمتنمر عنده مرضى، عدم امان، عنده شعور بعدم العاطفه في البيت، مشاكل بابا وماما، بيضربوا بعض، بيشتموا بعض، مشكله كبيره، خناقات في البيت، فبيطلع يتنمر على زمان، ان هو حاسس بحرمان عاطفي. يلاقي زميله ده فرحان، جاب نتيجه كويسه، جاب قميص كويس، جاب جزمه كويسه، جاب شنطه حلوه، جاب كتاب حلو، هقطعه لك، هلون لك القميص بتاعك وابوظه لك. ده معناه حرمان. فاحنا ده بنقول الاثنين محتاجين علاج.